طب الجانب التاني له علاقه بقائمه الاهلي. الساعات الاخيره هتسمعوا كلام كتير جدا على قائمه فريق النادي الاهلي، والنادي الاهلي مع مارسيل كولر تحديدا ما بيعلنش القائمه بشكل رسمي. الاهلي لا يتجه الى هذه الفكره انه يعلن القائمه بشكل رسمي، ولكن طبعا من خلال رحله السفر حضراتكم بتشوفوا بقى الفيديوهات والصور، فبتقدروا تستخلصوا منها مين ابرز اللعيبه اللي موجوده حاليا اللي كانوا بيتمرنوا النهارده مع مارسيل كولر. بنتكلم في حوالي 27 لاعب. كولر عشان يفكر في انضمام لاعبين وقايمه يقدر يختصرها ل 20 لاعب قايمه المباراه، بنسبه كبيره هيسافر ب 23. طبعا في لعيبه على خلاف ان هم خلاص يعني مش هيقدروا يشاركوا نتيجه الاصابه، وان هم لسه محتاجين وقت على ما يجهزوا للمباريات اللي جايه. الشناوي وياسر ابراهيم واليو ديانج اللي موجود حاليا في النمسا، والنهارده المفروض اليو ديانج بيخضع لمنظار استكشافي كده على الركبه، نتمنى له السلامه يا رب باذن الله. فالثلاثه دول طبعا يعني خارج مباراه نادي الزمالك. ممكن الشناوي يكون موجود مع الفريق في السعوديه، بس طبعا هو مش هيلعب المباراه، بس يكون موجود بصفته كابتن الفريق، يتواجد مع الفريق، يشد كده من ازرهم، يكون روح معنويه ودفعه قويه للاعبين، بصفه ان الشناوي طبعا كابتن الفريق عنده خبرات كبيره. مهم يكون متواجد مع مصطفى شوبير ومحمود الزنفولي وايضا كمان مصطفى مخلوف، وايا كان بقى حمزه علاء يتواجد او مش هيكون موجود مع البعثه، ولكن ده اللي ممكن يحصل الفتره اللي جايه. بنتكلم في 23 لاعب، ده بنسبه كبيره القايمه اللي هيسافر بيها مارسيل كولر عشان يعتمد عليها في مباراه الزمالك. طبعا في المباراه هتختصر ال 23 ده ل 20، عشان في 11 اساسي، في 9 على الدكه، بتستبدل 5 لعيبه خلال المباراه، وكلنا عارفين طبعا ان في اكسترا تايم لو المباراه انتهت بالتعادل السلبي او الايجابي، وبعد الاكسترا تايم 120 دقيقه بتروح لركلات الترجيح. قدامنا ده جانب النهارده من التدريبات الصباحيه، مارسيل كولر وماشيل يانكون. قدامنا هو كمان محمود الزنفولي حارس مرمى النادي الاهلي، غالبا طبعا هيكون موجود مع شوبير اساسي، مصطفى اساسي، ومحمود هيكون موجود معاه كداعم، عمر كمال عبد الواحد ده موجود، شايفين كمان رضا سليم، انتوني موديست، رامي ربيعه، يعني عدد كبير جدا من اللاعبين، طاهر محمد طاهر. فكره انه وجود كهربا في القائمه في السعوديه، باذن الله محمود عبد المنعم كهربا موجود مع النادي الاهلي في السعوديه باذن الله. فكره تواجد وسام ابو علي مع النادي الاهلي في السعوديه، باذن الله وسام ابو علي موجود مع النادي الاهلي في السعوديه. مين يلعب؟ دي مش بتاعتنا. مين يكون موجود في القائمة المختصرة؟ دي مش بتاعتنا. ليه؟ النهاردة بنتكلم في الثلاث، لسه تدريب الأربع، لسه تدريب الخميس، عندك 48 ساعة، فالجهاز الفني هيشوف الأفضل، والجهاز الطبي بيشوف الجاهزية، مين يقدر يكون متواجد وفت في الملعب بنسبة 100%، لكن اللعيبة موجودة في الرحلة؟ إن شاء الله اللعيبة موجودة، أطمنكم، اللعيبة موجودة. دي لقطة كمان مهمة جدا وحصرية على شاشة قناة الأهلي، كابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي بيطمن على محمد الشناوي، حتى هو الشناوي يعني طمنا والله، الشناوي حتى هو بيحرك ايده ودراعه، يعني حركه يعني الحمد لله تطمن جماهير النادي الاهلي ان العمليه الجراحيه نجحت بسلامه الله، ونقدر نقول الشناوي ان شاء الله يعني قدر الامكان بيحاول يعمل برنامج التاهيل بشكل جيد جدا عشان يلحق مع الاهلي، لعل وعسى يكون متواجد حتى في الجزء الاخير من نهايه المشوار الافريقي باذن الله لما الاهلي يكمل المشوار مع الادوار النهائيه الفتره اللي جايه. خالد عبد الفتاح موجود في التدريبات، شفنا كمان كريستو. انا مش عايز اتكلم عن القائمه الاساسيه اللي هي 26 27 لاعب، ولكن انتوا عارفين طبعا يعني السليه، كوكا، مروان، قفشه، امام ان شاء الله يكونوا موجودين، هاني، اكرم، معلول، كريم الدبيس، منعم، عمر كمال عبد الواحد. قدامنا هو كمان مروان عطيه في التدريبات الجماعيه، حسين الشحات المتالق في المباريات الاخيره، كهربا باذن الله يكون اضافه كبيره، طاهر، كريم فؤاد، بيرسيتاو، انتوني موديست، رضا سليم، وسام ابو علي. هنشوف موقف كريستو، هنشوف موقف خالد عبد الفتاح، يعني بديك كده بنفس يعني بنفس الشكل كده البريف المتعلق بقائمه النادي الاهلي. كريم نيدفيد اهو متواجد في التدريبات الجماعيه، كريم نيدفيد شارك في التدريبات الجماعيه وموجود مع اللاعبين في المران الجماعي، وان شاء الله بكره هنتعرف كده من خلال الصور والفيديوهات على قائمه الفريق اللي هتسافر استعدادا لمواجهه نادي الزمالك. المران كان بدني، كان فيه فقرات تدريبيه متنوعه للتدريب على الجانب الخططي والفني استعدادا لمواجهه الزمالك. مارسيل كولر عارف هيلعب الزمالك ازاي، ومارسيل كولر الحمد لله نتائجه كلها ايجابيه مع نادي الزمالك منذ ان تولى المسؤوليه الموسم الماضي. نتمنى التوفيق يا رب للنادي الاهلي في الفتره اللي جايه.